برحلتنا الصباحية وصلنا لتاني محطة من محطاتنا لليوم، رح نحكي فيها عن الخطوات الأولى بسوق العمل أو ريادة الأعمال. كتير مننا أو العديد من الشباب بيركزوا فقط على شو ممكن يقدر يوفر خبرات قبل ما يدخل لسوق العمل أثناء دراسته الأكاديمية، والبعض الآخر بيحاول يفكر كيف بده يخطط لهذا العمل، ولكن بينسوا جزء مهم جداً وهو الدور الاجتماعي، دور العلاقات الاجتماعية، التعاون أيضاً في التخطيط للمشروع الأول بالعمل. أكيد سلمى، هو يطلق عليه رأي المال الاجتماعي، يعني من خلال تعزيز العلاقات بسوق العمل إلى جانب مهارات الشخص وقدراته. قديش مهم يمكن هي العلاقات لتسويق، فينا نقول لأي حدا حابب يدخل سوق العمل، لمهاراته شغله، تتعرف الناس عليه أكثر. ويمكن بعصرنا هلأ السوشيال ميديا كمان بتلعب دور بالتسويق، إلى إضافة العلاقات اللي هي كمان بتلعب دور لكل الناس تعرف شغلك، قديش بتعزز إمكانيات الشباب اليوم عبر السوق. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر الدكتور منير عباس، رئيس مؤسسة إدارة الموارد البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور منير وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نتعرف أكثر عن مفهوم رأس المال الاجتماعي، شو المقصود فيه أو كيف ممكن الشباب يبلشوا يشتغلوا على هذا المفهوم؟ تمام، نبدأ بتعريف الكائن البشري وكائن اجتماعي. صحيح. إذن لا يستطيع العيش بنفسه لحاله، فهو بحاجة لمجتمع حوله. الآن بالإضافة لرأس المال المادي اللي هو بيكون داعم لأي مشروع، هناك رأس المال الاجتماعي وهو قيمة العلاقات الاجتماعية التي تحيط بنا. فهذا الشيء عم يغفلوه كثير من الأشخاص. هو الأهم. هو الأهم فعلا، يعني هو اللي بيجيب لك مصاري. أحيانا معك المصاري بس ما عندك علاقات فما بينجح البزنس تبعك. صحيح. ولكن بالعكس صحيح، عندك شبكة علاقات، ناس توصلك لقرض، ناس توصلك للسوق، أشخاص ممكن تعرفك على زبائن محتملين، فهي بتفيدك أكثر أحيانا من الرأس المال المادي. هذا الموضوع من 1890 و1898 كثير مفكرين كتبوا فيه، ولكن كتبوا فيه وقتها بدعم المجتمعات المحلية في الريف. فلقوا أنه بالأرياف الأشخاص بحاجة لبعض البعض حتى تنمي مجتمعاتها. تطور هذا المفهوم ودخل المدارس بالخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، وصار يدرس أنه لكل شخص علاقات اجتماعية يستطيع بالتكافل الاجتماعي أنه يحقق مشروعه من لا شيء. فلذلك ارتبطت بريادة الأعمال هي بتفكيرات الأساسية وبنيتها الأولية. وتطور هذا المفهوم بال1970 و1980 وطلعت له مدارس ونظريات فكرية بتقول أنه رأس المال الاجتماعي هو أحد مكونات الأساسية لأي مشروع. أحيانا مثلا في نقطة أنا بعتب عليها مثلا على طلابنا اللي عم يدرسون، ليش ما بيستفيدوا من علاقات أهاليهم؟ دائما بفكر الطالب كيف بده يستقل عن أهله، بده يسافر وبده يروح وبده يبني مستقبله، يعني أنت عم تبلش من الصفر، بينما هناك ركيزة أساسية كونوها أهالينا بعلاقات الاجتماعية لازم هيك لا تنستفيد منها. مثلا نحن بننصح أي شخص يفوت على سوق العمل، أول ما تسأل اسأل معارفك عن فرصة عمل. أحيانا حتلاقي الفرصة اللي أنت بدك إياها من خلال معارفك، مو ضروري يكون معارفك إن الأقارب من الدرجة الأولى. صحيح. قد تكون أصحابهم، أصدقائهم، جيرانك. حتى هلأ عم بيتحاولوا يطوروا مثل ما قلت لك المجتمعات عن طريق تجمعات خلال بسموها مجالس محلية. صحيح. بالأحياء كلها. هذا المجلس المحلي هو قائم على تحسين الحي وشوارعه ومنتفعاته، كلياته يعتمد على رأس المال الاجتماعي. رأس المال الاجتماعي بيربطك أحيانا بأشخاص بيشاركوك الاهتمامات، بيربطك أحيانا بأشخاص بيشاركوك الجغرافيا اللي أنت جاي منها، أحيانا حسب الانتماءات الشخصية، أحيانا حسب الأعراق، أحيانا حسب خريجين نفس المعاهد. صحيح. والمدارس والجامعات. صحيح. فهذا رأس المال الاجتماعي لا يقل قيمة أبداً، بالعكس أنا بقول 10 أضعاف رأس المال المادي هو قيمة رأس المال الاجتماعي. صحيح. وأشرت لنقطة خلال حديثك دكتور مهمة جداً، يعني لما نحكي عن رأس المال الاجتماعي سابقاً كان موجود بس ما موجود بهي الطريقة الموسعة اليوم، العصر مختلف. يعني أشرت نقطة للريف كان موجود سابقاً، كان رأس المال الاجتماعي حتى من مبدأ المقايضة، لأنه كان المجتمع فينا نقول مش كتير كبير مثل هلأ. يعني كيف كانت العالم مثلا من خلال علاقاتها تتبادل البضايع. صحيح. من خلال هذا موجود. يعني اليوم الموضوع فينا نقول لنحكي عنه أكبر أوسع، لأنه نحن بعصر مختلف، نحن على بواب 2023، التكنولوجيا السوشيال ميديا بتلعب دور، وعم نشوف فعليا أي مشروع بدك يا ينجح إذا ما عندك علاقات ما بيبلش. مثل ما قلت بداية حديثك، لو كان في رأس مال، الرأس المال الاجتماعي هو جزء كتير مهم ببناء أي مشروع، خصوصا عند الشباب. يعني بنشوف كتير خريجين شباب هذا لمع ونجح، هذا لا، لأنه هذا مبلش صح من خلال علاقات
ورأس مال اجتماعي. خلينا نعطي بعض النصائح، يعني لما نقول بداية الرأس المال الاجتماعي كيف فيني بلش صح؟ يعني في ناس حابة عشان هي ما عندها القدرات أو المهارات، يعني كيف فيني أنا بلش شوي شوي؟ لأنه الشباب السوري اليوم عندهم إمكانيات هائلة، بس يمكن رأس المال الاجتماعي ما أنه موجود أو موجود ما عم أقدر استثمره بالطريقة الصحيحة. تمام. هلا أنا بنصح دائما الأشخاص من مقاعد الدراسة يقووا علاقاتهم مع زملائهم. شبكة علاقاتك تبدأ من مقاعد الدراسة، ولكن ليس فقط بالدروس التعليمية التقليدية. هناك نشاطات بتقوم فيها المدارس بالجامعات والمعاهد، بعض الطلاب ما بيحضر هاي النشاطات، بيعتبرها تضيع للوقت ورايح على البيت يدرس. الجامعة مثلا أنا بقول لهم مرحلة الجامعة هي مرحلة متقدمة عن التعليم، يعني هي ليست تلقيم وتقديم فحوص نهائية، هي عبارة عن بداية بناء شبكات علاقات اجتماعية بالجامعة. يعني تخيلي أي إنسان فينا مع تقدم العمر بتصير شبكة علاقاته الاجتماعية هي كلاتها أصدقائه كانوا بالمدارس ومقاعد الجامعات. فبتلاقي لحالك أنت كونتي ركيزة كبيرة من المعارف عن طريق هي المقاعد، اللي هي اللي إحنا ما كنا بس ندرس ونروح، كنا نقعد بالجامعة نحكي مع الأشخاص اللي هن معارفنا، نحكي مع الدكاترة، كل دكتور أو كل مدرس هو عالم مختلف من المعارف، كنا نبني دائما معهم علاقات. حتى تصوري أنت ما في جامعة برا بتقبلك بدون ثلاث رسائل توصية. رسائل التوصية شو هي؟ هي عبارة عن أثبت لنا أنه عندك رأس مال اجتماعي أكاديمي ومجتمعي وأيضا في العمل. يعني هنا لحاله عم بيقول لك أساس قبولنا لك أن هناك لديك معارف تشهد فيك وبعملك حتى نحن نقدر ناخذك. فهي تصوري انه هي الشغله صارت من خليني اقول لك متطلبات القبول باي جامعه. هلا نحن في ميزه لجيلنا هذا الجديد اللي هلا جاي وعم يطلع، راس المال الاجتماعي صار كثير سهل تكوينه عن طريق العالم الافتراضي. فاتوا كل العالم على الفيرتشوال رياليتي مثل ما تفضلتي حضرتك، السوشيال ميديا واطيافها الواسعه. حتى هناك شركات تقدم لك ميزه انه تكون لك شبكه صحيح. علاقات اجتماعيه مقابل مادي، تكتب لك محتوى يجذب الناس اللي انت حابه تقدمي صحيح. خدمتك او تقدمي البرودكت تبعك لهم. يعني صارت شركات متخصصه تاخذ البي ار تبعك، نحن صارت تدخل تحت مسمى علاقات عامه راس المال الاجتماعي، بتقول لك انا اختصاصي، انت دكتور شاطر، انت مثلا صيدلانيه عم تقدمي خدمه معينه، انت مهندس عم تقدم، انا حكون لك شبكه من العلاقات هي عباره عن المستفيدين تبعوتك. تصوري هالنقص قص هذا أتاح فرصة لناس تفوت على بزنس هو عبارة عن تكوين رأس مال اجتماعي لأصحاب الأعمال. فأنتي ليش لحتى أدفع هاي المصاري لهدول الأشخاص؟ بالعكس بكونهم بنفسي، وأنا بنفسي بتطور الإنسان عن طريق رأس المال الاجتماعي. قد تستطيعين تغيير أفكارك نحو الأحسن، قد تستطيعين أن تقومي بعمل مجتمعي من خلال تبادل الأفكار ونقص بعض العناصر في المجتمعات. يعني أنت حتى السياسيين يكونون رؤوس مال اجتماعية لانتخاباتهم، لتأييد آرائهم، لطرح برامجهم. ومين هو اللي بيجيد رأس المال الاجتماعي؟ هي الشغلة لازم نشير لها، هن العنصر النسائي الحقيقة، وتميزوا فيه كتير بالعمل المجتمعي بالمجتمعات الغربية. فهذا بتلاقي هذا القطاع تجيد العمل به من خلال شيء هي ما عم تتكلف به بأدائه، هو من طبيعته حديث. هي العلاقات الاجتماعية. فبتلاقي لو يعني ربط ضارة النافعة، في ناس كتير بتتضايق من هي يعني ليست ضارة، ولكن بتلاقيهم بنائين أكثر بالمسؤوليات المجتمعية العنصر النسائي. وهذا الشيء ملحوظ أنه يتحدثوا كثير ودودين كثير وبطريقه تخدم مجتمعاته، لانه طالعين من حاجه اسره هن عم بيربوها ونقلوها للمجتمع، وتكافلت الحاجات مع بعضها البعض لتكوين متطلبات مجتمع، فاصبحت تطلق عليها اسم راس مال اجتماعي. طيب خلينا نحكي شوي عن بعض القواعد اللي لازم كمان تتبع. اليوم في كثير اشخاص بيكونوا بالفطره عندهم هي القدره، او فينا نسميها ذكاء عاطفي، يكون عندهم قدرة التعامل مع الجميع، عندهم هاي البي آر موجودة فيهم طبيعيا مثل صحيح. ما بيقولوا، لكن ما بيعرف يستثمر هاي العلاقات الاجتماعية لخدمة أهدافه. يعني رأس المال الاجتماعي بيكون عنده وفير بس هو ما عم يستفيد منه. شو هي الخطوات اللي لازم نوعيهم أكثر للشباب لحتى يستفيدوا من هالشي؟ تمام. أول خطوة إذا هو على مقاعد دراسة يعمل دورات تدريبية، ليس فقط لأخذ مهارات بالدورات التدريبية بل للتعرف على مجتمع المتدربين الموجود فيه. كل كورس تدريبي، يعني كل كورس تدريبي أنا بروح بحضره عم يجمع ناس مهتمين بالموضوع أنا ما بعرفهم، فهدول كلياتهم شبكة علاقات بما يخص هذا الموضوع. هذا على مستوى الطلاب، أيضا أنه يشاركوا بنشاطات الجامعية، يشاركوا بمجتمعات المحلية. العمل التطوعي هو بداية تكوين رأس المال الاجتماعي ومجانا.
أي عمل تطوعي أنت موجودة فيه أنت عم تشاركي أشخاص مجتمعياً باهتمامات بتنمي المجتمع، وبنفس الوقت عم تجمعي فيهم علاقة ورابطة أقوى بكتير من العلاقة المادية. فإذا التطوع هو أحد أبواب رأس المال الاجتماعي المجانية والمتاحة للجميع. صحيح. أيضاً من هدول القصص أنا بحكي لهم شاركوا بأكبر عدد من النشاطات، معارض عم تحضرها لا تروح متفرج، روح وقدم نفسك لكل شخص موجود حتى لو ما عم تشاركوا الاهتمامات للتعريف بنفسك، على الأقل قد يكون لديه شغلة أو نصيحة ممكن تفيدك بتكوين رأس المال الاجتماعي. إذا نحن قادرين، غير هيك خلينا نستخدم السوشيال ميديا لصالحنا. صحيح. بلا ما نحن نقعد نكتب بوستات هي شخصية خاصة فينا، نكتب بعض الاهتمامات اللي بتشاركنا ونفوت على جروبات بتشاركنا وبتشاطرنا بعض الاهتمامات. فالسوشيال ميديا هلأ حاليا عم بتتيح، خلينا نقول في واحد من الأشخاص كتب إنه نحن يزيد معارفنا يوميا بالسوشيال ميديا 168 مرة يوميا عن الحياة العادية. يعني تخيلي أنت بوجودك ساعة تعادل 168 ساعة من الوجود الشخصي بمجتمع حقيقي. فأنت تصوري السرعة التسارع هذا الكبير، يعني بوست معين ممكن تحطيه بمحتوى راقي وجيد يشاطر اهتمامات مع الأشخاص الآخرين بيجمع لك أكثر ب 168 ضعف من اللي ممكن تروحي وتقابلي شخص بالواقع وتحكي له عن هالشيء. فليش احنا ما نستخدمها؟ هي مسرعات اعمال رقميه بواقع افتراضي بدي استخدمها لنفسي. اشخاص كثير مؤثرين بسموهم انفلونسرز، هدول انفلونسرز حتى تصوري صاروا يستخدموهم بعالم الماركتينج. يعني صرنا نستخدم صفحات بعض الاشخاص اللي عليها كثير فولورز او عليها متابعين، نحط بعض الدعايات الاعلاميه او الدعايات. صحيح. اللي هي ممكن تكون. اذا راس المال الاجتماعي ان لم تستخدمه لشخصك قد تستطيع استثماره لخدمه الاخرين. صحيح. فهو صحيح. مجال للبزنس يعني الحقيقه. صحيح. اكيد بدنا نتشكرك بالختام دكتور منير عباس رئيس مؤسس اداره الموارد البشريه في سوريا لكل النصائح اللي حكينا عنها، ويمكن حكينا عن نقاط كثير مهمه، يا رب يكونوا كل الشباب استفادوا منها. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور منير، وبنتمنى التوفيق اكيد لكل الشباب ولجمعيه داعمه دائما لشباب ومشاريعهم وخطواتهم. شكرا لك. شكرا.